أخبار اليوم. أنا اتشرفت بمشاركتي في مهرجان الجمال، مهرجان عشتروت الدولي. اشتركت مع أحلى جروب، الجروب المصري، وأميز جروب فعلا في المهرجان بشهادة اللبنانيين نفسهم. الحمد لله الشو كان ناجح جدا، ودوت بفضل تعامل الجروب كله مع بعض. وكانت فعلا يعني بالنسبة لي اكسبيرينس، وكانت تجربة جديدة حلوة وممتعة. أنا كنت عاملة الميك اب الفانتازي، والحمد لله الشو بشهادة الكل يعني كان حلو وكنا موفقين. جديد على يعني في العالم العربي بصفة عامة، يعني هو ده حاجة شهاتي شوية، خاص بالشوز أكتر من إنها تبقى صورة عادية للبنت أو كذا. إحنا بنعمل إفكتس على الوش، بتخيل حاجة معينة زي مثلا شكل فامباير، زي مثلا شكل طائر معين، بنرسمه على الوش وبنرد عليه بالشنيو أو بالشعر. بنتخيل شغل زهور وورود وأشجار وجو هواي. فأنا النهاردة اخترت 3 ديزاينز للشو. أول واحد كان الفامباير، وتاني واحد كان البيرد، وتالت واحد كان عن الفلاورز والحاجات اللي هي خاصة بالغابة والأشجار وكده. كل موديل أو كل آيتم من الحاجات دي كان بيعبر عن فكرة معينة. أنا حبيت إن أنا لأن أنا كان معايا 3 مودلز، حبيت إن هم يبقوا تقريبا هو الزي واحد. حبيت إن كل فكرة تبقى مختلفة ولكن بتكمل بعضها، ودوت يعني هتشوفوه من خلال الصور، يعني تبقوا شايفين ان ممكن ناخد فكره البيرد مع فكره التريز والالوان اللي هي الاورنج والاخضر والازرق والحاجات السماوي الجميله دي، وتلاقي العارضه في نفس الوقت الشينيو بيرد عليها زي ما يكون النهار طالع، زي ما يكون الشمس بتشرق، تمام؟ ولما تيجي تشوف شكل البيرد او الطائر تلاقي تحس ان والطائر لونه اسود، يعني فتحس انه مايل على الليل اكتر، وتلاقي نازل شادو على العين ومن ناحيه بالشينيو، يعني الشينيو بينزل شادو على الوش يرد لي
على الجنب التاني اللي فيه الميك اب او شكل البيرد. والله الوان الصيف السنه دي مترقعه شويه، حتى احنا بنشوفها في اللبس، وبناء عليه احنا كميك اب بنوفق الميك اب على اللبس اللي عارضه قدامي او البنت اللي بتبقى عاوزه تلبس يعني. فبنلاقي ان كتر جدا جدا الفسفوريك يعني، في الليموني وفي الاورنج وفي الاصفر القوي والاصفر الكناري والالوان اللي هي المبهجه والابيض والاوف وايت، فدوت بيخلينا احنا كمان نعمل الالوان دي في الميك اب، لا نبقى الالوان المبهجه الالوان الفاتحه وخصوصا بالنهار. اما بالليل لان اصلا بالليل بيبقى فيه كده كده الالوان الغامقه، فالالوان الترابيه والالوان وطبعا السموكي والهاف سموكي يعني دول ابدا ابدا ما بيغيبوش عن الميك اب، لان اصلا اي لون احنا ممكن نوفقه سموكي او هاف سموكي. الجميله برنسيس الوقت الاموره منال صبري المكيره وخبيره التجميل اللي عملت المكياج الفانتازي بتاع امبارح، كلنا نسقف لها بعد اذنكم ونشكرها شكر كبير جدا. اتفضلي. بيكرمها الاستاذ عبد يونس.